بهذا اليوم من 25 مارس عام 1914 ولد نورمان إيرنس بورنلونغ. كان مهندسا زراعيا أمريكيا قاد المبادرات في جميع أنحاء العالم التي ساهمت في الزيادات الواسعة في الإنتاج الزراعي التي أطلق عليها الثورة الخضراء. حصل بورنلونغ على العديد من الجوائز التقديرية لعمله، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام والميدالية الرئاسية للحرية والميدالية الذهبية للكونغرس. حصل على درجة الدكتوراه في علم أمراض النبات وعلم الوراثة من جامعة مينيسوتا في عام 1942، وقد طور أصناف قمح شبه قزم وعالية الغلة ومقاومة للأمراض. خلال منتصف القرن العشرين قاد بورنلونغ إدخال هذه الأصناف عالية الغلة جنبا إلى جنب مع تقنية الإنتاج الزراعي الحديثة إلى المكسيك وباكستان والهند، مما أدى إلى تحسن كبير في الأمن الغذائي في تلك الدول. وفي وقت لاحق من حياته ساعد في تطبيق هذه الأساليب لزيادة إنتاج الغداء في أفريقيا وأسيا. غالبا ما كانوا يطلقوا على بورنلونغ لقب أبو الثورة الخضراء، وينسب إليه الفضل في إنقاذ أكثر من 1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم من المجاعة. دمتم في أمان الله.